أشعلت الفنانة نانسي عجرم حفلها الأول في السعودية بأجمل أغانيها القديمة والجديدة، ليتم تداول مقاطع عدة من أجواء الحفل الرائع. وأبدت نانسي عجرم سعادتها الكبيرة بإحيائها أول حفل لها في السعودية، لتوجه الشكر للجمهور الحاضر وفريق العمل وقناة إم بي سي التي تنقل فعاليات الحفل. وغنت نانسي عجرم أجمل أغانيها، فقدمت بدنا نولع الجو ويا غالي وأهو نص. وعندما حانت لحظة غنائها أغنية ما تجي هنا، لاحظت اندماج طفلة صغيرة مع غنائها من أصحاب الهمم، فطلبت منها الصعود إلى المسرح ومشاركتها الغناء. وصعدت الطفلة على المسرح وشاركت نانسي عجرم في غناء أغنية ما تجي هنا، فأخذت تتمايل مع إيقاع الموسيقى الصاخب وسط حفاوة الجمهور وتصفيقهم الحار. وحرصت النجمة اللبنانية على إحياء حفل السعودية بإطلالة أنيقة محتشمة تناسب الأجواء، فارتدت فستانا أسود اللون بأكمام طويلة وبه حزام من ذات اللون رافع حول الخصر. أما الشعر فاخترت نانسي عجرم تسريحة ناعمة، فزمت نصف شعرها للخلف مع تركها الخصلات منسدلة بالكامل، كما تركت غرتها على الجانبين.